طبعا بندخل في الموضوع مباشره. احنا يا اخواني الان هذه ليله زوجيه ولا ليله فرديه؟ زوجيه. ليله فرديه. فرديه الليلة فردية. احنا اليوم يوم 24 فردية. ليلة كم؟ فردية. ليلة 25 يعني ليلة فردية. الليالي الفردية هي الآكد في مسألة أن تكون ليلة ايش؟ قدر. ليلة القدر آكد، لكن قد تكون في الأيام أو الليالي الزوجية. احنا يا أخواني دائما نتلمس رحمة الله عز وجل في مثل هذه الليالي، صح ولا لا؟ صحيح. وأن الإنسان الكيس الفطن والنبيه أن يستغل مثل هذه الفرص وهذه الأيام اللي ما بقي منها أصلا إلا الشيء القليل. فكيف أن الإنسان تأتي هذه الرحمات وهذه الفرص؟ أن لله في كل يوم عتقاء من النار، لكن إخواني إذا جت العشر الأواخر ولا ليلة القدر يعتق الله فيها ما لم يعتق في كل رمضان، صح ولا لا؟ أنت الآن لما تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتتعب وتبير أمك وأبوك وتحسن للناس، وش أقصى شيء تبي توصل له؟ رضى الله سبحانه. الجنة. إن الله يعتق من النار ويدخلك إيش؟ الجنة. إذا دخلك الجنة معناه أن الله عز وجل راضي عنك إن شاء الله. طيب كيف إذا كان الله عز وجل اليوم يهيئ لنا مثل هذه الفرص؟ لأن يا أخواني ترى في ناس معنا في رمضان الماضي، ترى هالسنة ما هم معنا، صح ولا لا؟ صحيح. كان عندهم فرص، ولو الآن رجعوا للدنيا كانوا يقولون يا ليتنا استغلنا الفرص، للي ما استغل الفرصة. إحنا اليوم يا أخواني الله عز وجل أمهلنا إلى هذه اللحظة وإلى هذه الليلة وإلى هذه الساعة، إن الله عز وجل من علينا بمثل هذه الليالي. الليالي الفردية يا أخواني آكد وأرجو أن تكون ليلة القدر، ما أحد يستطيع أن يجزم من هذه الليلة ليلة القدر، لكن الإنسان يتحراها دائما في العشر الأواخر وآكدها في الليالي الفردية. هذه الليالي الفردية حنا وش قاعدين نقدم لأنفسنا؟ وش قاعدين نقدم للناس؟ وش قاعدين نقدم لمن نحب؟ والله يا أخواني من أجل العبادات وأعظمها لا شك اللي قاعد تقدمون الآن على الشاشة عشان يسعد الناس، ترى هذه يا أخواني عبادة عظيمة. صحيح. ولا شك من أجل العبادات أن الإنسان اليوم قاعد يسعد أهله اللي قاعد يتابعونه خلف الشاشة ويشوفون ولدهم والله محافظ على صلاته، والله قاعد يقوم وقاعد يصلي وقاعد وقاعد وقاعد، بل أنه بعض الأهالي اكتشفوا عيالهم على الشاشة، صح ولا لا؟ صحيح. لأنه مع هذا يروح يعني خارج البرنامج يروح مع أخوياه ويطلع ويسافر ويجي، قد يكون جلوسه بالبيت قليل. فاليوم الأهل قاعد يقولون إيش هالمواهب اللي عند ولدنا، من وين طلعت، من وين صارت؟ فهذا لا شك انه بيسعدهم، صح ولا لا؟ صحيح. ولا شك يا اخواني من اعظم العبادات واجل ذكر للانسان، سؤال، ليلة القدر كم تعاد سنه؟ 1000 شهر. كم يعني بالسنوات؟ 83 سنه وعشر شهور. بمعنى يا سلام يعني 84 الا، بمعنى لو انت صليت ثم قبل الله صلاتك وكانت خالصه لوجهه ثم صادفت ليلة القدر فكأنك صليت 83 سنة. تخيل أنك اليوم أنت الموجود أو أنتم اللي تتابعون كل واحد فيكم قدم له 10 ريال وصادف أنها ليلة القدر، كأنه تصدق كم؟ 83 سنة يتصدق بأيامها ولياليها. والله يضاعفها بعد، والله عز وجل يضاعف من يشاء. يا سلام، شوفوا يا أخواني